المخيم، ليك بلشت تحكي بدون ما تطلع احكي. الخيمة صارت المي لهون، أغراضنا بالمي، كل شينا بالمي. من تو اجت بنت كمان عطيناها جزمة فاتت لتحت وصورت وشافت كل شيء. يعني هذا وضعنا وهذا حالنا. نحن حاليا كمؤسسة رؤية العالمية عم نقوم بأول شيء تقييم الوضع بكافة المخيمات للاجئين السوريين يلي تأثرت بالعاصفة. العاصفة كان أثرها كتير كبير خاصة بالمنطقة هون، في كتير من المخيمات والخيام يلي انطمرت، يعني المياه فاتت لها كليا. حاليا نحن عم نقوم بشفط المياه من بعض الخيام بالمخيمات بالمنطقة، كما رح يكون عنا توزيع لبعض من حرمات وتياب وأمور أخرى اللاجئين حاليا كتير بحاجة لها. صورتها بدك تعيدها؟